بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ اتكلمنا قبل كده في فيديوهات سابقة عن الايبوكسي، وعرفنا ازاي بننفذ الايبوكسي بالطريقة الصحيحة والمواد الخام اللي مستخدمة في الايبوكسي وحاجات كتير قوي اتكلمنا فيها. لكن الفيديو ده هيتكلم عن حاجة ضرورية جدا جدا، الا وهي الاحتياطات اللازم اتخاذها اثناء العمل في الايبوكسي، خاصة العمال. اولا الايبوكسي طبعا مواد كيميائية، عبارة عن تركيبات من مواد كيميائية. المواد الكيميائية دي يا باشمهندسين انا عايز اقول لكم ان حجم ضررها على الانسان كبير جدا. اولا بيبقى لها رائحة نفاذة قد تؤثر على الجهاز التنفسي، لو فضلت على الايد فترة كبيرة بتجيب امراض جلدية مش كويسة. تمام، ده انا عايز اقول لحضرتك الاسمنت نفسه بياكل الايد، فما بالك بقى بالايبوكسي. الايبوكسي لو حاجه طارت في العين لا قدر الله ولا حاجه بتعمل امراض شديده جدا في العينين. علشان كده بعض الاحتياطات دي ضروريه اثناء الشغل في الايبوكسي. اول حاجه يفضل او لازم الارض بتاعتك اللي انت هتعمل لها ايبوكسي او ايا كان السطح اللي انت هتدهنه ايبوكسي يبقى نظيف جدا، يخلو من اي اتربة تماما تماما، لان الاتربة دي بعد كده بتتقلور او تتبلور لما بتحط عليها الايبوكسي وما بتلزقش في السطح. ما علينا، المكان بتاعك يفضل ان هو يكون فيه تهوية جيد عشان الرائحة النفاذة دي ما تكتمش معاك الرائحة داخل المكان وتصيب الانسان باي مشاكل لا قدر الله. يعني تاني حاجة العمال يكونوا لابسين جوانتات او اي حاجة بحيث ان المادة ما تجيش في الايدين، والادوات دي بننظفها اول باول. طبعا لو عندك المواد بتتخلط مع بعضيها ما فيش حاجة طبعا اسمها انك تخلط بالايد خالص، تخلط بشنيور او تخلط بالمواد المستخدمة في هذا في للخلط، يعني سواء مثلا هتعمل ايبوكسي على رخام ولا حاجة يبقى بالسكينة، او هتعمل ايبوكسي بسماكة كبيرة يبقى حضرتك بالشنيور، وتخلط المواد بتاعتك كويس جدا بعيد ان انت تستخدمها عن ايديك. يفضل المكان بتاعك يكون فيه انارة كويسة. تمام، لو حاجة جت على ايديك يفضل يعني لازم تروح تغسلها بسرعة. لو حاجة جت على عينيك لازم تغسلها بسرعة بمية وصابون وتروح للدكتور فورا. فدي حاجات مهمة جدا لازم حضرتك تاخد بالك منها لو بتشتغل في الايبوكسي. المواد اللي انت شغال بيها ما تكونش منتهية الصلاحية وتقول ده هتتحط في الارض والحاجات دي مالهاش صلاحية، الحاجات دي خطر جدا يا باشمهندسين. الاهم بقى ان ما ينفعش يكون في مصدر للنار جنب منك، لان المواد دي مواد مشتعلة. المواد المشتعلة دي يعني ما ينفعش عمال تدخن سجاير مثلا، ما ينفعش يكون فيها العمال احيانا بيبقى معاهم بومبة صغيرة كده بيعملوا عليها شاي وحاجات زي كده، الحاجات دي ما تنفعش في المكان خالص. نخلي ربنا يسترها ان شاء الله. ده كان فيديو سريع، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.